الشاعرة وفاء دلة من سوريا. أهلا وسهلا. نعم أهلا فيكم. أنا يعني اللي عقبته ودخلته هو كان على الدكتور عبد الرزاق عتروس. كنواتكم صعبة. أنه الحقيقة طرح أفكار جيدة جدا. نحن يعني نستفاد من فكر عبد النبي في أنه نطبقه على الحالي، وخصوصا هو كان متنبئ. يعني لما حكى في الجزائر عن أنه نعتمد عن المرأة، وخير مثال جميلة بحيرة، اللي أنا مبارح قلت قصيدة عنها هنا في هذه القاعة، لأنه المرأة شيء أساسي في التحرير والتفكير وكل شيء. يعني هي المحرك الأساسي بصراحة للتحرير. ماشي أوكي، كمان الصور لا يعني ننقص من هذا. فلما نركز هون على هي النقاط الهامة كان محق، وبالتالي هو فعلا نحن للآن نطبق أفكاره.